ازاي نطور السياحه في مصر؟ قول لنا. على فكره ده كان سؤالنا اللي استعرضناه مع حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك، وخلينا نشوف بعض من تعليقاتكم وافكاركم على تطوير السياحه. ونبتدي باستاذ ابو حبيبه رمضان الحاوي اللي بيقول صباح الخير عليكم من كل مكان، هو من الاسماعيليه، صباح الخير عليكم وعلى كل اهل الاسماعيليه. اهم حاجه لتطوير السياحه ابدا السياحه الداخليه للمصريين اللي عايشين في البلد، وبعد كده المصريين المغتربين اعمل ليهم برامج مخفضه وهم نازلين يزوروا أهاليهم، هم دول اللي هينقلوا الصورة خارج مصر. وأهم حاجة رحلات الشباب من هنا هينفتحوا على العالم من خلال وسائل التواصل. تحيا مصر، تحيا مصر. بنصبح عليك يا أستاذ رمضان. في الحقيقة المصريين المغتربين هم دول سفراء فعلا مصر في الخارج، يعني هم لما بيقعدوا مع الناس اللي قاعدين بره أو في البلد اللي هم فيها، هم دول اللي بيمثلوا مصر، ولما يحكوا لهم عن مصر وجمالها، وأنا زرت فعلا المحافظة الفلانية وطلعت جميلة جدا، دي فعلا من الحاجات الإيجابية جدا اللي هتشجع الناس التانية أو سكان هذه البلد اللي هم فيها إن هم يجوا ويزوروا مصر. فأنا بحييك على فكرتك. طارق حافظ بيقول التكامل والربط في البرامج السياحية بين مصر وكبرى دول أوروبا سياحية زي أسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا، تقديم حوافز سياحية مثلا قضاء سياحة في برشلونة نقدم ليلتين مجانا في الأقصر وأسوان، والعكس قضاء سياحة في مصر تاخد ليلة أو ليلتين في اليونان، وهكذا. أفكار في هذا التكامل والربط هو مهم جدا، وعندنا بالمناسبة بروتوكولات تعاون مع دول كتيرة جدا في هذا الشأن، وطبعا مقترح من المقترحات المهمة الأستاذ طارق بيقول عليها. أستاذ علي إسماعيل بيقول استخدام فكرة القوافل السياحية لكل الدول، مشاركة في كافة المهرجانات الدولية والعربية، وعروض وخصومات وإعفاءات لشركات السياحة، استخدام أفكار مشروعات تجارية متبادلة بين الدول في معرض السلع والمنتجات يقوم بها السائحين لنشر ثقافة وفنون بلدهم. أنا عجبني التفاعل من الناس، عندهم أفكار حلوة قوي. ده كويس طبعا. محمود أو محمد كهربا بيقول صباح الخير عليكم، أنا سمعت عن التطوير اللي حصل في اسكندرية والكباري الجديدة اللي اترسمت بالفراعنة وبتاريخ الفراعنة، وياريت تبقى كباري مصر كلها وشوارعها كلها بهذا الشكل بتحكي عن الفراعنة، هتبقى حاجة حلوة جدا. فكرة حلوة طبعا. أستاذ آدم موسى بيقول فعلا السياحة مهمة جدا، إنها مصدر هام للعملة الصعبة. رأيي المتواضع إن أهم حاجة تشجيع السياحة هي إنشاء دورات مياه عامة نظيفة، رقابة على نظافة مطاعم الشارع، الاهتمام كمان بالمطار، وطبعا تدريس مادة خاصة بالسياحة في المرحلة الابتدائية. شكرا بسانتو شازي. بنشكرك يا أستاذ آدم. أنا عجبني فكرة وهو بيتكلم كمان عن الوعي للسياحة بالنسبة للطلبة، إن احنا يكون في مادة بتدرس عن السياحه وهم لسه صغيرين، فيفهموا يعني ايه سياحه ويفهموا تاثير السياحه عامل ازاي. وزي ما قلنا ان وزاره التربيه والتعليم بتعمل رحلات كتيره جدا ليها الاماكن السياحيه، بس حلو كمان تدريس فعلا لو ماده مش داخله حتى في المجموع يعني، بس يبقى عندهم وعي عام عن السياحه ببلدهم ومناطق سياحيه. صحيح. في حساب باسم ورده الحياه، تنشيط السياحه بنظافه شوارعنا وتنظيم الفوضى بشان وسائل المواصلات من التوك توك وخلافه، بالنسبه للاماكن يتسم موظفيها بدماثه الخلق والزي الموحد اللي يعبر عن عراقه مصر. أستاذ أشرف محمد بيقول تطوير المحافظات السياحية لتتناسب مع الضيوف. طيب قولنا إيه الأفكار؟ يعني دولة قامت بدور لتطوير هذه المحافظات، شايفين دور كبير سواء في الشوارع نفسها إزاي اتغيرت، سواء حتى في يعني برامج الجذب السياحي اللي بتقدمها وزارة السياحة. قولنا أنت فكرتك إيه؟ يعني بلاش نقول فكرة من غير كده إيه بنود تحتها كيفية تطبيق هذه الفكرة. أحمد سعد بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، من النصرية في صنع الحجر في الشرقية. صباحك فل يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد عنده كذا مقترح، يعني تتميز مصر بالمناطق السياحية الجذابة على مستوى العالم وتساهم بشكل فعال في الدخل القومي المصري. مقترحاته إيه؟ بيقول تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال دعم وتطوير المشروعات السياحية، تنمية وعي المواطن المصري في كيفية التعامل الحسن مع السياح، وضع مكتبة مصورة عن الأماكن السياحية المصرية وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيق برامج إلكترونية لمساعدة السائح زي تاكسي السائح، اهتمام الدولة المصرية بخطط النهوض بالسياحة من خلال تطويرها وتنمية وحماية البيئة السياحية. عجبني الوعي اللي عندنا بصراحة، ان احنا عندنا ما هو ده وعي، مشاركة الناس في الإجابة على هذا السؤال يعتبر جزء كبير جدا من الوعي. طبعا. طيب انا بس هقول الاول استاذ حسن باسل استاذ باسل حسن باسل حسيني هو بيسمع دلوقتي، نفسي اسمه على الهواء، فكده سمعت اسمك بسيطه يا استاذ حسن. بس زي ما قلنا اسمك بقى، دينا انت كمان مقترح. استاذ حمو حارس بيقول الترحيب المميز والابتسامه الحلوه، نكرمهم باحسن الاشكال، عندنا في النوبه بنرحب بيهم وعلى عاداتنا وتقاليدنا ونقدم لهم احسن ما عندنا.
صباح الخير على بسنت، صباح الخير على شازدي، صباح الفل عليك يا حمو. فعلا أهل نوبة يعني مفيش أكرم من كده. طبعا بكل حقيقي. تأكيد نشر توعية باستمرار احترام السائح والتعامل معه بكل احترام كأنهم في بلدهم التاني، ده الأستاذ ثروت عدلي. أستاذ يحيى كمان، يحيى أبو العلا بيقول تطوير الطرق والبحور والكباري من أهم الحاجات في مصر. طب ما ده فعلا حصل، يعني احنا بنشوف ده في جميع المحافظات المصرية وقادرين نشوف ده فعلا بيحصل. ايه تاني يعني، ايه الأفكار تاني؟ هل في دور علينا احنا كمواطنين؟ ايه تاني الدولة تقدر تقدمه؟ حابب تشوف ايه تاني قول لنا. في كمان حساب باسم يو اس اف عوني بيقول لازم تكون، ممكن يكون اختصار ليوسف يوسف بقى. لازم تكون في افكار كرييتيف، مثلا زي شركات طيران من خلال الشاشه اللي بتكون قدام الكرسي اول ما ينزل من المطار يلاقي لافتات في المطار، او مثلا يكون في استقباله ناس بتهديه ورقه فيها اهم الاماكن السياحيه في مصر وكمان طريق الوصول لكل هذه الاماكن. يعني ده كمان موجود، يعني عايزين برضو. يمكن كمان ممكن اقول لك على حاجه، ممكن بالعكس اليافطات اللي هو بيقول عليها لما الناس تنزل من المطار تبقى موجوده في مطارات تانية مش بس عندنا. فاهم قصدي؟ يعني وجود اليافطات دي في مطارات تانية هي دي الترويج اكتر، انما عندنا هنا في مصر هو بيحصل، والترويج للاحداث والفعاليات اللي بتحصل في مصر ده موجود في مطار القاهره، لكن وجود هذه البانرز او اليافطات في مطارات تانية يمكن كمان. انت فتحتي نقطه كمان مهمه، احنا الدوري الانجليزي بالمناسبه في اعلانات للترويج للسياحه في مصر طبعا. وشفناها كلنا وكلنا كنا فخورين بهذه الحمله. كان في حمله كمان اسمها فولو ذا سان، الحملة دي كانت في 2021 واستمرت ل 2022، ودي حملة برضو من ضمن الحملات المهمة اللي لها تأثير كبير جدا على حركة السياحة في مصر. فمن ناحية في حملات، ففي حملات خلي بالك هي كمان الحملة دي لازم ترجع تاني عشان في الشتاء الجاي احنا كمصريين هنبقى في سياحة داخلية فولو ذا سان، هنشوف الشمس متواجدة فين في أي محافظة هنروح وراها. على كل حال دي التعليقات اللي كانت موجودة على سؤال حلقتنا النهاردة، نطور ازاي قطاع السياحة، كانت بعض من أفكار حضراتكم اللي لسه هنكمل استعراضها على مدار الحلقة لغاية الساعة 10 الصبح. أما دلوقتي